بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. هل تكشف الأيام ما سترته الأغراض؟ والإجابة في السؤال. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في حلقة الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 710. يستهلها المهندس عدلي بتساؤل عن ستر الأغراض وكشف المستخبي الأيام الماضية. أها. وربما يعني احنا كنا عايزين نتعرض لهذا الأمر يوم الخميس، بس طبعا ظروف الحلقة الرائعة الاستثنائية اللي عملناها مع الفنان هشام جمال حالت دون ان احنا ناخد حاجات هي مش متأخرة، لأن كلها لا علاقة بهذا التساؤل. الأيام تكشف كثيرا من المسطور، والذي ستر بفعل فاعل. أيوة. وبوعي كامل. أيوة. لم تستر نتيجة تجاهل أو صهيانة أو فاتت علينا. طب هو أستر ولا أخفي؟ أخفي. أخفي. لكن عشان تمشي مع المسطور يعني يا أستاذ. أيوة. إبراهيم ما تقرص قوي عليك. فدائما تجد الإجابة في هذا السؤال، لأن أحداث كثيرة الحقيقة. مقالات لنقاد تتناقض موقفهم الآن مع ما سبق أن قالوه، ده هتناقشه حضرتك. أيوة. نحن هنا لا نتعرض لنادي منافس عندما نقول أن الفيفا والسيستم بتاعه قد فضح أمرا كان مسطورا، اللي هو إيه؟ عقوبة محددة أخفاها اتحاد كرة القدم، وحتى الآن لا نعرف عن تفاصيلها. مفيش شفافية كاملة حتى، ويقال إنها متبلغة من شهر 6 في إبان وعز منافسة الدوري. ولذلك أنت لو تذكر هنا في حلقة من الحلقات الأخيرة قلت لك أوعى تفتكر إن كده الفار عمل اللي عليه بالأربع نقاط اللي راح، لازم يبقوا 6. فاكر؟ أيوة. لازم يبقوا اكتر من 6. ايوه فاكر، انا قلتها هنا عشان العقوبه المحتمله. كان شعوري وكان هاجسي وكانت الارهاصات اللي عندي بتقول ان في شيء. انت لو 7 بونت ما كانت اعلنت. ما كانش حد هيفرق معاها حاجه. ده اذا كان ما هو انت ليه بتسيب الناس تقول هذا الكلام؟ ان في عقوبه وفي خصم، انه ما فيش اي حد ما تطلع من الشفافيه. تعرض الجواب بشفافيه. عندك موقع رسمي قول في موقع الاتحاد يا جماعه هذا ما وصلنا من الفيفا. انت مالك؟ لا تخلي الجمهور ده يشك في ده ولا ده يشتكي من ده. انت مش مطلوب منك ان تراعي امور غير شغلك في بالزبط. في الاتحاد كره القدم بالزبط. ونظام كره القدم الذي يحكم. وعلى فكره اوعى تفتكر ان اسلوب زقها بالعصايه وزحلقه المشاكل بيحلها. ما يحلش المشاكل الا مواجهتها. ايوه، مواجهه المشاكل الاعتراف بيها دي حاجه، لكن تمضي الايام ايضا علشان يتقال لك ان نادي الاهلي يعني وفاكر في مرحله ما برضه هنا في عمل لا في يعني عرضنا مره مداخلتي مع الكابتن مدحت شلبي في وجود الكابتن علي ماهر وهو بيناقش ليه ما تجددوش لعبد الله سعيد بدعم المحبين بالقيمة اللي عايزها. قلت له لازم اقتصادياتي الاول تتحمل هذا التعاقد وبعد كده الدعم يساعدني. أيوة. لكن بدون ان تكون اقتصادي تفي بالتزاماتي، وهذا هو المبدا بتاع الفيفا. ايوه، السلامه والشفافيه الماليه، لان تراكم الامر سيؤدي الى المازق اللي يقع فيه البعض الان، الى الدرجه التي اعترف بها مسؤول كبير منافس يقول لك اصل الاهلي بيدار بشكل مؤسسي من الناحيه الاقتصاديه. تمام. حتى يعني الكابتن فاروق كان له فاروق جعفر فاروق جعفر كان له التصريح كنا بنناقشه في هذا الاطار او في حاجه قريبه من صفقات الاهلي. ان صفقات الاهلي لا صفقات جيده، لان اللي بيدير بتاع لان اللي بيدير بتاع كوره في وقت كان قال لك لا يصلح للاداره بتوع الاداره. اذا كل شيء بيكشفه شيء، كل شيء بيكشفه شيء. صحيح. والحمد لله احنا مش محتاجين نبذل اي مجهود لكشف هذا الامر.